نحن هنا بمحطة القطار لمدينة تيزي وزو التي تشرف الأشغال بها على النهاية. هي محطة عصرية مجهزة بكل مستلزمات وظروف الراحة التي يتطلبها المسافر. محطة تيزي وزو أعطيناها طابع يناسب المنطقة. هاكم تشوفوا فيها محطة أمام فولي بيرسونال موبيليتي ريدويت، أعطيناها طابع كذلك في محس الرسومات ولاكسي ليكي لا سونوريزاسيون تيلي افيشاج. On a donné un cachet moderne à cette gare et avec un cachet aussi de la région. التحضيرات جارية على قدم وساق للانتهاء من الأشغال في أجالها المحددة وتسليم المشروع الذي من المنتظر أن يتم في منتصف الشهر الجاري. نحن بصدد الانتهاء من الأشغال، هو مشروع جد مهم بالنسبة للمنطقة ونحن فخورين بالمشاركة في إنجازه. فضلا عن كل ما تحتويه المحطة، فإن موقعها في قلب مدينة تيزي وزو يسهل حركة تنقل المسافرين من وإلى المدينة. هذه ميزة القطار، القطار كي يوصل للمدينة هو يوفر راحة للمواطن، المواطن ما يجيش ياخذ وسيلة نقل أخرى باش يروح للدار ولا يروح للمهمة تاعو، هاو ياخذ القطار من الجزائر العاصمة في ساعة من الوقت يكون في تيزي وزو، ولا انسان من تيزي وزو من وسط المدينه يوصل الجزائر ان شاء الله في ظرف تاع ساعه. واضافه الى محطه تيزي وزو، فان الخط مجهز بثمان محطات اخرى حديثه ومجهزه باحدث الانظمه العصريه.